بسم الله. النهاردة معانا أمر من أمر أوتوكاد اسمه تي كيس. الأمر ده بيعمل ايه؟ الأمر ده بيحول كتابة في عدد كبير من التكست من أبر كيس لسمول كيس بغير حالة الكتابة. مثلا عندي كتابات مكتوبة ايه بالسمول وعايز اخليها عايز اخلي الحروف تبقى كبيرة، هكتب كيس يقول علم على العناصر اللي انت عايزها، فبعلم عليها ودوس انتر. بيقول عايز لور كيس ولا ابر كيس ولا عنوان اول حرف جابت الباس مول ولا، بقول له خليها ابر كيس، بقول له اوكي، بلا التكست كله بقى ابر كيس. ناخد امر تاني من الامر الحلوة مع التعامل مع التكست اللي هو ارك تكست. ده بيرسم بيكتب كلام على ال، خلينا نشوف ارسم تكست بيحدد الارك اللي انت عايزه، بحدد كود واكتب اي تكست انا عايزه. اوكي بلاقي رسم لي بطريقة حلوة ولذيذة الكلمة اللي انا عايزها على القوس اللي انا اخترته.